السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي الاعزاء، بتمنى لحضراتكم الخير كله يا رب، واسأل الله لكم العفو والعافية. اقدم لكم في هذا الفيديو اسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء، واسعار صرف الدولار والعملات في البنوك اليوم الخميس 16/5/2024. فضلا منكم وتكرموا، اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اولا، سعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء: دينار البحريني 122 جنيه 99 قرش، ريال قطري 12 جنيه 72 قرش، ريال عماني 120 جنيه 48 قرش، جنيه استرليني 58 جنيه 23 قرش، دينار كويتي 150 جنيه 8 قروش، درهم اماراتي 12 جنيه 62 قرش، اليورو 50 جنيه 7 قروش، ريال السعودي 12 جنيه 36 قرش. الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء: الشراء سجل 48 جنيه 57 قرش، والبيع سجل 49 جنيه 40 قرش. اسعار صرف الدولار والعملات في البنوك: الجنيه الاسترليني 58 جنيه 59 قرش، دينار كويتي 147 جنيه 77 قرش، اليورو 50 جنيه 43 قرش، الريال السعودي النهارده في البنك سجل 12 جنيه 42 قرش. سعر الدولار الامريكي اليوم في البنوك 46 جنيه 84 قرش. بشكركم اخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير كله يا رب، عاجله واجله. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.